ما هلا وصلنا لمساحتنا الختامية. مسك الختام رح يكون اليوم مع صوت سوري مميز جدا بظروفه وأيضا بغنائه وبالجوائز اللي قدر يحصدها رغم الظروف الصعبة. رح نتعرف أكثر مين ضيفتنا بالمادة التالية. أوركسترا ناي بعمر صغير وموهبة حقيقية بدأت تهوى الموسيقى، ومع الوقت بدأت تظهر معالم صوتها. رغم أنها لا تزال على المقاعد الدراسية بين كتبها وأحلامها، إلا أن الموسيقى والغناء بقي ملجأها وعالمها الخاص. موهبة سنتعرف عليها أكثر ضمن صباحنا غير. بنحكي أكثر سلمى عن موهبة الغناء الخاصة بالموسيقى مع لاميتا إيشوع اللي حصلت يمكن على جوائز عديدة مو فقط في سوريا لكن على مستوى العالم. أكيد لاميتا يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أنتي جاية من الحسكة الحمد لله على السلامة أول شيء. خلينا نبلش هيك ونحكي أكثر عن موهبتك وإيمت بلشتي. أنا بدأت الغناء بعمر الخمس سنوات والعزف على آلة الأورج بعمر الست سنوات. طبعاً أهلي هن اللي اكتشفوا هالموهبة وحاولوا يطوروها قدر الإمكان رغم الظروف اللي مرقنا فيها. وطبعاً أنا بداية نشأت بجو موسيقي. ماما كانت بتحط لي سيديات فيروز وكاظم الساهر، ويعني أنا بعمر الأشهر نبعث لهم تحية أكيد أكيد لكل الأهل بيرعوا أولادهم أكيد نقول لهم شكراً طبعا. وبعدها بلشت طور هالموهبه واتدرب لحالي اكثر. خلينا نحكي يمكن انت جاي من الحسكه كمان في ظروف صعبه واستثنائيه عشتيها بالمحافظه، ومع ذلك كانت يمكن دافع لإلك لتشاركي باكثر من مسابقه. شاركتي باوركسترا ناي بيا النمسا للمغتربين السوريين، خلينا نحكي عنها اكثر، واخذتي المركز الثاني صحيح. المسابقة كانت عن طريق الإنترنت. تمت المشاركة بإرسال الفيديو الأول للصفحة وبلشت المسابقة. كانت بخمس مراحل، كنا تقريبا عدد المشتركين 227 مشترك من جميع الدول. لا سوريا فقط. فقط سوريا أوكي. من جميع المحافظات إن كان برا سوريا أو جواتها. فتقلص العدد لست أشخاص، بعدها بحسب رأي اللجنة وبحسب التصويت حصلت على المركز الثاني. ألف مبروك. وبنطلب منك المرتب الأول. أي تماما. وبنطلب منك نسمع صوتك الحلو، شو تحب تسمعينه؟ حكي لي حكي لي عن بلدي، حكي لي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن أهلي حكاي عن بيتي حكاي، عن جار الطفولي حكاي طويلي. حكي لي حكي لي يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار، يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار، خبرني إن كان بعده بيذكرني ببلدي عالسهرة نطرني، ساعات الفرح القليل حبيبي حكي لي.
يسلم هالصوت. خلينا نحكي قديش مهم اليوم دور الأهل برعاية المواهب للأطفال، قديش هن فعلا بيكونوا الداعم الأساسي لإلك لتكوني أساسا على هيدا الطريق. طبعا الطفل هو صفحة بيضاء والأهل هن اللي بيرسموا على هالصفحة، وطبعا التربية كتير مهمة ودعم الأهل هو أهم شيء لبناء شخصية الطفل. فأكيد الطفل ما بيستغني عن دعم أهله وتربيته وتربية الأهل لأله، فكتير ضروري دعم الأهل خاصة للأطفال اللي عندهم مواهب. وبتمنى من كل أهل بيشوفوا طفل عنده موهبة ما يتركوها، لأنه هي نعمة من ربنا. أكيد صحيح. أكيد لميتا، يعني أنت هلأ لسه خلينا نقول بطور الدراسة عم تدرسي، الفن بالنسبة إليك هو فقط رح يضل موهبة ولا مفكرة أنه بعدين تكملي تدخلي أكاديميا تدرسي أكثر عالم الموسيقى والفن؟ إن شاء الله رح كمل دراسيا موسيقى. أنا السنة جاي بكالوريا وعم حضر حالي لهالموضوع، فحابة كتير أوصل لمجال الصيدلة وبعدها كمل بالكونسرفاتوار. أكيد نتمنى لك التوفيق يا رب بكل خطواتك القادمة. خلينا نسمع شيء تاني من حضرتك. أوكي. شو حابة تسمعينا؟ ترتيلة السرياني. يلا. يلا. نثق داش شموخ تيث ملكوثوخ نهوي صبيونوخ اي كانو دبش مايو اي كانوا دو فحنان شباقي الحيو بين لو تعالى نسيونو إلو فصولان يسلم هالصوت وهتم. وشي كتير مهم اليوم انه صبية بعمرك وبلشت تحفظ سورياني وتتعلم سورياني، هاي اللغة اللي بنتميز طبعا فيها بسوريا بالمحافظة عليها، كان بالترتيل وان كان بالحديث، معدودين يمكن لسه اللي قدرانين يحافظوا على هويتهم. هي جزء من التراث تماما، الحفاظ عليه هي جزء من الهوية. اكيد. كمان نحكي شوي معك لميتا، انت بتعزفي موسيقى وتعلمتي لوحدك، نحكي عن هاي الجزئية كمان. نحن بالحسكة بنفتقر الأكاديميات الموسيقية. فأنا بلشت بعمر 6 سنوات، تأثرت بأحد الأشخاص وكتير حبيت هالشي، أكيد رح يخدم صوتي مع الغناء، فحبيت هالمجال. دربت لوحدي مدة 3-4 سنوات بشكل متواصل فقط عند الأساتذة، وبعد كل ما الشخص يتطور أكيد بده إمكانيات أكبر، ما بنكر فضل الأساتذة بس إنه تطورت أكثر وصار بدي إمكانيات أكبر، فلهيك اشتغلت على حالي أكثر واعتمدت كمان على الإنترنت شوي. طيب خلينا نحكي عن السوشيال ميديا اليوم، قديش مهمة لكم انتم شباب يمكن للانتشار، مثل ما قلت يمكن كمان بمحافظة الحسكة اكاديميا يمكن حتى بعض الامور الفنية منا موجودة اليوم عم نشوفه، او بسوريا يمكن حتى شركة انتاج فنية ما في، قديش السوشيال ميديا عم تدعمكم، عم تكون صلة وصل مع الناس للانتشار، لانه اساسا عرفتي انت على السوشيال ميديا. صحيح. السوشيال ميديا مثل ما بنعرف كلها انه اجتاحت الكرة الارضية كلها، فاعتماد كل الاجيال وكل الاعمار على السوشيال ميديا، اصلا حياتهم كلها صارت على السوشيال ميديا، فهي كانت الاساس بانتشاري.
لميتا الصوت الحلو، الصوت الدافي، بدنا نشكر وجودك معنا، بنتمنى لك مستقبل مهم اكيد، ان كان بالشيء اللي رح تختاريه او حتى باحتراف الفن والموسيقى الموفق. شكرا كثير، بدنا نشكرك كثير، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، هيك بالايام القادمه نستضيفك ونكون حاصله كمان على المراكز الاولى. شكرا كثير، شكرا لكم.